دلوقتي فوق كوبري فرس كور اللي المفروض الاطفال اترمت من عليه. طبعا في اقاويل بتقول ان الاب هو اللي حدفهم، لسه النيابه شغاله. احنا واقفين طبعا في نص الكوبري، الارتفاع باين جدا. اختي لوسا، على مدار 4 أيام لا يعلو حدث فوق جريمة قتل طفلي الدقهلية. الواقعة التي حدثت أول أيام عيد الأضحى المبارك، عندما اختفى طفلان ريان 5 سنوات ومحمد 2.5 سنين، اصطحبهما والدهما للاحتفال بالعيد داخل الملاهي حسب رواية الأب في محضر الشرطة. ليظهر بعد 18 ساعة من اختفائهما جثتين طافيتين على النيل في مركز فرسكور بمحافظة دمياط. هنا المكان اللي تم العثور فيه على الطفلين، ومعانا شاهد العيان اللي طلع الطفلين من المية. تعرف على حضرتك؟ صادق السندروسي. استاذ صادق، كلمني انت الاول، عرفت ان في اطفال مرميه في الميه او موجوده في الميه ازاي؟ هو مش الموضوع، مش موضوع اطفال مرميه في الميه، هو الموضوع ان الراجل الصياد طالع بالقارب بتاعه، ففجاه جه لي مهرول يعني في حاله فزع، قال لي في طفل واقع في الميه واستدعى الشرطه وكده. بنبص فعلا لقينا طفل 4 سنوات. وانا راجع لفت نظري عيل صغير كده، طفل عايم جنب شط الميه، فقمت رايح، ما معيش رايح كام حد من بتوع المركز، قمت رايح الكازينو، اتصلت بان هناك بالشرطه. وانا راجع تاني وانا في انتظار الشرطه وجدت الطفل التاني عايم هو روح. ما طلعتش دميه، طلع طفل. طب الطفل ده ايه اللي جابه هنا؟ طب هو كان مثلا في العيد وقع في المكان مهجور، مثلا رجله اتزحلقت وقعت. القارب الصغير لما بيجي يلف بيلف على واسع شويه، ففوجئنا ان في طفل تاني بس اكبر شويه. هنا كانت الصدمه الاكبر بقى، يعني في هنا طفلين، طفل صغير وطفل اكبر منه. وبدانا نطلع الاطفال وطلعناهم، جبت ملايات من البيت من عندي من هنا ولفناهم وطلعناهم في الحته دي. قعدوا الفتره اللي هم ال 12 ساعه في الصيف، والصيف يختلف على فكره عن الشتاء، لان ده لو في الشتاء كان هيقعدوا 3 ايام تحت الميه. فقعدوا الجرف بتاعهم جابهم لحد ما ظهروا في المنطقه دي حضرتك. الاول ظهر هنا والتاني بعديه ب3 متر بالظبط ظهر التاني. حسب ما جاء في تحريات المباحث، فان القوات استاذنت النيابه العامه التي تبشر التحقيق في الواقعه بالقبض على الاب واعاده مناقشته مره اخرى بعد ظهور أدلة جديدة تشير إلى أنه هو المشتبه فيه بقتل أطفاله. متخيل حضرتك أنه ممكن تسمع أن والد الطفلين هو اللي ممكن يكون عمل فيهم؟ ست الكل ده جريمة يا أخي، غلمنها الشيطان. اعترف على نفسه أنه هو اللي قاتل وهو اللي رماه من على الكوب. أما الطفلين وبهدوم العيد بجزم العيد وبعدياتهم في إزاي؟ ازاي دي جريمه؟ هو لو مختل عقليا، اولا النيابه العامه لو شافت ده فيه من تلقاء نفسها اصلا كده كده هتحوله على الطب النفسي عشان تثبت اذا كان هو مختل عقليا او مش مختل عقليا. مشاهدينا نحييكم من جديد. هذه هي القضية التي يتحدث عنها الرأي العام، أولا لأنها تتعلق بأطفال. دائما القضايا المتعلقة بأطفال تثير الفزع والغضب بشكل أكبر، كمان حجم الغموض المرتبط بالقضية، الحكايات التي نسجت كثيرا حولها، آثار وانتقام
حديث عن الجن والجان والدجل والشعوذة، حديث كمان عن أب يمكن أن يتخلص من أطفاله حتى لا يواجهوا أعباء الحياة مستقبلا. أي الحكايات يمكن أن تكون هي الحقيقية يعني؟ وهي القضية مش قضية حكايات، إنما تعالوا نبحث عن بعض الوقائع، تعالوا نبحث عن بعض التفاصيل المهمة. في تحقيقات بتحقق فيها النيابة، بالتأكيد هي اللي هتكشف النقاب عن لغز هذه القضية، لكن الناس بتسأل مجموعة من الأسئلة. ده اللي هنحاول نعمله في هذا الحوار مع بعض المحامين أو أفراد العائلة أو شهود العيان. خليني أقدم أولا أستاذة توحة محمود عبده، هي بنت عم الأستاذ محمود نظمي السيد، والد الطفلين والمتهم في هذه القضية. أستاذة توحة، الباقية في حياتك بقول الله، ربنا يصبرك. معايا كمان اثنان من المحامين، الأستاذ أحمد جمال عوض هو أحد المحامين المدافعين عن محمود نظمي. أستاذ أحمد أهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ. أستاذ سيد شوقي الغندور أيضا من المحامين المدافعين عن الأستاذ محمود نظمي، أهلا بيك. أهلا بحضرتك وأهلا بيك. الجانب الآخر معايا الأستاذ صادق السندروسي، شاهد عيان، هو اللي قام بانتشال جثة الطفلين واللي شفناه بيتكلم في التقرير من شوية. أستاذ صادق أهلا بيك. أهلا بيك يا سؤال. أستاذ أيمن عادل من شهود العيان أيضا، أستاذ أيمن أهلا بك يا سؤال. طيب خلينا عشان نبدأ هنا أستعيد تاني شهادتك بعض التفاصيل أستاذ صادق هنا. اتفضل. شفت إزاي في الأول؟ الاول خالص الاستاذ ايمن كان في القارب بتاعه، شويه كده لقيته جاي بينده عليا بطريقه. يبقى خلينا ابدا بالاستاذ ايمن. ابدا بالاستاذ ايمن. تقول لي في ايه الخيط اللي قادك في البيت؟ انا والله انا راجل صياد وشغال في نفس الموقع اللي حصل فيه الجريمه دي، اللي هي اللي لقيت فيها جثث الاطفال دول. فانا شغال الكلام ده يعني. ده فين؟ فرسكور. في فرسكور. كان تاني يوم العيد يعني بعد العصر تقريبا بساعه ونص كده. وانت ماشي بالمركب؟ وانا ماشي بالمركب. انا كنت مخلص شغل. عندنا صوره ايمن وهو بالمركب يا جماعه في انا كنت في الوقت ده بقى مخلص شغله وراجع، فيعني ماشي كده عادي، فببص لقيت حاجة جنب البر كده جنب الشط كده حاجة يعني. يعني انت ده المشهد المعبر عن الوضع. جنب الشط على طول. تمام. والجثتان طافيتان يعني. تمام. بس كان الاتنين بعيد عن بعض. يعني بعيد عن بعض. بعيد عن بعض يعني بين الجثة اول جثة اللي انا شفته ورحت بلغت عنها بينها وبين التاني حوالي بتاع 20 متر كده او 15 متر. وده ايه؟ دي ميه ايه؟ ده نهر في النيل. ده في النيل. اللي انا شفته الاول جثه الطفل الصغير، يعني انا بعد ما عديت كده لفت انتباهي المنظر ده، فقمت راجع تاني ببص لقيتها جثه عين. انا بصراحه اصطدمت، يعني منظر صعب الواحد ما يتخيلوش انا ولا يتصوره. حضرتك يا استاذ وائل، القارب الصغير لما بيجي بيلف على واسع غير العربيه، بيلف على واسع عشان ياخد مجاله. احنا ما بلغنا الشرطه، بلغنا عن واحد طفل واحد. انتوا ما كنتوش شايفين الا طفل واحد؟ لا انا خالص. ما شفتش الا هو طفل واحد الاول. بعد كده رحت، انا ما معيش ارقام لحد من بتوع المباحث، فانا عارف ان صاحبي اللي هو صادق ليه معارف يعني هناك، فرحت له. هو لجالك بقى؟ فانت لجالي في حاله فزعه. يعني هو انا بقول له ازاي انا مش مصدق انا اخر الموضوع ده، فانا بقول له يمكن دميه عروسة من بتوع العيد حد رماها بتاع، تعالى معايا كده نشوف. وفكرها يعني حاجة لعبة يعني. لعبة. فروحت معاه تاني وشفت. فكانت بقى هنا المفاجأة بقى. طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، مكفي على وشه، منتفخ، قابب على وشه المية. من هنا بقى لازم اتصرف صح. اتصرف صح اللي انا لجأت للسيد رئيس مباحث فرسكور محمد بالبنيجي، ولجأت للسيد العميد مأمور مركز فرسكور خالد جدالله، والاثنين بأمانة يعني بعتوا له الشرطة في أقل من دقيقة. بعتوا له الشرطة في أقل من دقيقة، كانت الشرطة متواجدة. بس
ما اكتشفناش كل ده، كان التبليغ عن جثه واحده، عن طفل، كان جثه واحده هو اللي احنا بلغنا. لما جم بقى شافوا الطفل، لا ما شافوش الطفل الثاني، لا ما شافوش، احنا شفناه برضك. احنا لما رجعنا بقى عند موقع الجثه الاولاني وفي انتظار الشرطه، ببص لقيت برضك الجثه الثانيه جنبها، ما فيش يعني مسافه بسيطه بتاع 15 متر ولا حاجه، بيلف لا لقينا الطفل الثاني. فقمت ناده لسادق، قلت له يا سادق ده في جثه طفل ثاني برضك هنا. عم كلم محمد بيه المليجي، قال له يا باشا ده في جثتين هنا. يعني البلاغ الاول كان على طفل واحد، اضطرينا نصلح البلاغ بالتليفونيا لمحمد بيه المليجي ان في موجود هنا طفلين، وان هنا بقى استشعرت الخطر ان في جريمه، في جريمه، لان الطفلين دول مش من اهالي المدينه، لان لو كانوا الطفلين دول كنا عرفنا قبلها من مدينه فرسكور كانت البلد صارت، فاصبح ان الطفلين دول غرباء عن المدينه. غرباء يعني في جريمه وحد القى راح على مكان مره واحده يعني حاجه صعبه. اتنين جثتين وجنب بعض يعني حاجه تلفت النظر ان اكيد في شبهه. طيب خلينا ابص بقى هنا ايه اللي حصل في الاستاذ احمد جمال في الاول، ايه اللي حصل في التحقيقات؟ استاذ وائل، هو بسم الله الرحمن الرحيم، اولا اول ما صدر لي تليفون من استاذ سيد شوقي من متسلسيل، وهي المدينه اللي هي فيها الاب بيقطن فيها الاب اللي هو متسلسيل في الدقهليه بالظبط، انا من مدينه المنصوره. اتقال في المبتدا احنا مش عارفين مكان التحقيقات، هل هيتم انتفان في فرسكور، هل هيتم في المنصوره، هل هيتم في نيابه متسلسيل نفسها، باعتبار ان طبعا الواقعه موجوده جوه. فقالوا لي بعد اذن حضرتك اتوجه للنيابه شوف المتهم موجود من عدمه. فتوجهت بالفعل لنيابه شمال الكليه باعتبار انها موجود جنب مني، لقيت المتهم موجود بحوزه النيابه اللي هو الاستاذ محمود نظمي. محمود نظمي داخل غرفه التحقيق بالفعل بيتم بنظرته وبيتم سؤاله. اعترضت اول ما دخلت لان كان موجود في القاعه رئيس البحث الجنائي العميد سيد خشبه، وده اول قواعد القانون اتعلمناها يعني ده لابد من يتنحى قانونيه يعني انت بتعمل بالظبط ضمانه من ضمانات المتهم بانه يبقى حر في سرد اقواله قدام النيابه العامه، انه ما يبقاش تحت تهديد رجال المباحث. مشكور تكرم السيد العميد سيد خشبه بالفعل وتنحى من غرفه التحقيق وخرج. طلبت من زمايلي تليفونيا هل اتدخل بالفعل كمحامي اصيل عن المتهم، كلهم بالفعل اجمعوا بان انا احضر التحقيق مع المتهم. طيب اقواله يعني انا هنا اقواله عن وجهه نظر انا طيب. بعد اذن حضرتك اول نتكلم بقى او توضيح توضيحين بسيطين. بسم الله الرحمن الرحيم، الاول اللهم لا تجعلنا ننطق الا بالحق ولا ندافع الا عن الحق ولا نقول الا الحق. احنا مش النهارده بالتوضيح الاولاني عايز اقوله ان احنا مش جايين ندافع عن المتهم، دي اول نقطه. احنا مش المحامين بتوعه، انا احد محامي محكمه متسلسيل، تطوعنا فور فور علمنا بهذه الجريمه. وهو فما فيش واحد ما فيش متهم هيحاكم بدون يعني المحاكمه شأن نور بقى دستوريا. انا بس عايز اكد على عايز اكد على يعني انا عايز اقول يعني في النهايه انه لابد ان يكون له محامي. تمام لا مش احنا بنتكلم دلوقتي، انا بتكلم على ايه؟ على الصفه اللي احنا حاضرين بها امام حضرتك النهارده انا والاستاذ احمد، عشان كده انا بسال المعلومات. انا دلوقتي ما قلتلكوش هو مظلوم ولا لا، وليس حتى هذه اللحظه يعني. المتهم حتى هذه اللحظه المتهم يرفض مسول احد المحامين معه للدفاع عنه، مش عايز محامي. احنا اللي حصل وقال بيه تاني يوم او يوم الواقع يوم اكتشاف الجثتين رحمه الله عليهم، توجهنا جميعا محامين محكمه متسلسيل المتطوعين الى نيابه فرسكور. نيابه فرسكور باعتبار ان هي المكان اللي لقوا فيه الطفلين الشاهدين. بدات التحقيق في الواقع مع والد الطفلين. والد الطفلين
باعتباره أب كان في حالة غير متزنة من هول الصدمة. أصل هو ده الصورة اللي احنا قابلناها فيها أمام النيابة. سد وكيل النيابة العام بفرس كورو ومشكورا بذل معاه كل المجهود الذي يبذل مع إنسان في مثل هذه الظروف عشان يعيدوا لتوازنه الطبيعي. علشان يعيدوا لتوازنه. الأقوال اللي كان بيقولها والد الطفلين كانت أقوال مختلفة ومتناقضة، وروايات كلها لم يثبت على رواية واحدة. وساد وكيل النائب العام مشكورا قال يا جماعة اقعدوا معاه وقولوا له ان هو حتى لو مرتكب جريمة قبل كده احنا ما بنحكموش، احنا عايزين نعرف ازاي الطفلين دول اختفوا وازاي عثرنا عليهم. طيب كم رواية يعني الرواية الاولى، يعني هل ما قيل عن الاثار في الاول ده جاء على لسانه؟ لا، هو ما جاش على لسانه موضوع الاثار ده خالص، ما جاش على لسانه. ما جاش. طيب هل ما قيل عن كتب الدجل والشعوذة والجن والجان؟ لا، ما جاش على لسانه برضه، ما جاش على لسانه. احنا كان الساد وكيل النائب العام قال له يا ابني، وده شيء منطقي، خطف الاطفال بيتم لثلاث اسباب، اما تجاره اعضاء ده رقم واحد، اما انتقام منك لخلافات مع اخرين، واما للمساومه الماليه. فالثلاثه دول تجاره اعضاء وطلب الفديه مستبعدين، لان الاطفال رحمه الله عليهم عثر عليهما بحاله سليم. طيب وبالتالي استبعدت النيابه العامه فكره ان يكون تجارة أعضاء أو يكون حد بيساومه. طيب. على فلوس. أنا عايز أعرف أقواله بس في النياب لما سئل، وبالتأكيد هو قام بتمثيل الجريمة يعني أخد. طب اتفضل. أنا بس عايز أقول لحضرتك أكمل التسلسل، لأن التسلسل مهم جدا، لأن أنا أوصل في نهاية التسلسل لنتيجة تانية. طيب اتفضل. في الآخر خالص تم تقديم تقرير طبي من مفتش الصحة، لأن النيابة العامة لا تستطيع ندب الطب الشرعي إلا بعد وصول تقرير إذا كان فيه شبهة جنائية من عدم. فجي التقرير قال إن عشان الناس بتخلط ما بين تقرير الطبيب الشرعي وما بين التقرير المبدئي اللي صادر من مفتش الصحة. التقرير حدد وقت الوفاة الساعة 12 مساء، 12 مساء، وحدد وقال توجد شبهه جنائيه. هنا النيابه العامه التصرف الطبيعي جدا بتاعها ان هي ندبت الطبيب الشرعي لمعرفه بقى اسباب الوفاه والاجراءات اللي الطب الشرعي متخصص فيها. حتى هذه اللحظه لم نطلع على ما ثبت في التقرير الخاص بالطبيب الشرعي. دي النقطه الاولانيه اللي انا عايز اقولها. النقطه الثانيه، بعد التحقيقات الأولية الشفاهية علشان يطمئن والد المجني عليهما ان هو مش متهم بحاجة، وده صدرت من ساد وكيل النائب العام، وانا اؤكد عليه ان الراجل ده بصراحة كان في منتهى الإنسانية في الوقت ده. كان بيحضر هذا التحقيق معي الأستاذ أشرف سيف، الأستاذ أكرم ممدوح. أنا عايز أدخل في الموضوع المشاهد بس، أصل حقهم عليا وهم شهود على الكلام اللي أنا بقوله. والله ونحيي المطافي لو عايز، مفيش مشكلة. خلينا بس ندخل، أنا مش عايز يعني ندخل في المعلومات. لم نتوصل في نهاية الأقوال لسبب محدد يخلي الانتقام موجود لاختلاف الروايات. انت مش حضرت معاه؟ انا حضرت معاه. ما الذي سئل ما الذي قاله في التحقيقات؟ هو في التحقيق اللي حصل بفرسكور ما قال ان اولادي، واحد قابلني في الشارع، الواحد ده كان معاه زوجته واولاده، وادعى ان الواحد ده بيعرفني وانا ما اعرفوش من زمان ايام الدراسه، وكانت الاولاد خلفي، وبعدين بعد ما مشوا ببص على الاولاد ما لقيتهمش. رحت ادور عليهم
واحد قال لي ده هم عدوا الكوبري ده. الكوبري ده بيودي على ثلاث اتجاهات، اتجاه الجماليه، الاتجاه الثاني يودي المنصوره، الاتجاه الثالث يودي فرسكور. فهو قعد يدور في الثلاث اتجاهات دول على رجليه، ده اللي هو قاله. ما وصلش لحاجه، بدا يستغيث باصحابه باهله بالناس كلها عشان الناس كلها تبدا تدور معاه. دي الروايه الاولى. ده الروايه الاولى الروايه الاولى ودي اللي تم التعامل معاها في بدايات الحدث. في بدايات الحدث. الثانيه بقى، الثانيه ان في ناس قالوا له ان في واحده منقبه جابتهم في خدت الاطفال دول ركبتهم توك توك ورجعت ركبتهم عربيه بيضة ربع نق والعربيه خدتهم من جد. ده الروايه الثانيه اللي اتقالت في طيب اعترافه بقى بالقتل. طيب نخش بقى في المنطق. ادخل لي بقى اعترافه بالقتل. الروايه البدايه كانت الصدمه ان احنا بنتكلم مخبلك في تحقيقات نيابه شمال. دخلت اول سؤال بيتسال بطبيعه الحال من النيابه العامه، ما تفصيلات بلاغك والوضع اللي موجود فيه؟ لسه ما كانش في اتهام. بدا يسرد ان هو اب مدمن مخدرات بيتعاطى بعض الحبوب الممنوعه طبعا زي الترامادول والانافريل. ده اقواله في النيابه. اقواله هو. وبدا يسرد من اول مخدرات. وبدا يسرد حياته من اول 2012 وهي حياته هي اللي هي حياته الزوجيه. ان هو كان متزوج وبعدين نتج عن انه بيشرب مخدر بعض الخلافات الزوجيه مع زوجته ادت الى ان هو طلقها مره. وفي خلال الفتره دي اتعرف على واحده وانتهت العلاقه بينهم هما الاثنين، ورجع رجع مراته تاني بعد شهرين ثلاثه وبدا يعيش حياته طبيعي جدا. في الفتره دي انجب الطفلين وباع جزء من ما تركه والده رحمه الله عليه بمبلغ 1,200,000 جنيه. وكان بيقول يعني هو كان عنده ميراث عائلي، ميراث عائلي وباعه. ماشي. انا سايب طبعا حضرتك الجانب العائلي ده، بس انا هتكلم على اللي يجب ان انا اقدمه للمشاهد بالزبط. في البدايه ايه اعترافاته في تحقيقات المهم النيابة. وصل بعد كده بانه لما حصل على 1,200,000 جنيه نتيجه بيعه جزء من الميراث لصالح والدته مش لحد تاني يعني. والدته اللي اشترت منه بمبلغ 1,200,000. وقبول انا كان معايا كمان 200,000 تقريبا في قلب البنك، وخدت الفلوس اديت 1,000,000 جنيه منهم لواحد اسمه ايمن الصياد او محمد الصياد مقابل انه يديني ده شهري 25,000 جنيه. ده وخدت المبلغ المتبقي بدات اعيش بيه انا واسرتي، بشرب وبعمل وعايش حياتي و و و. طب عملك انا ما بشتغلش حاجه يعني ده. هو لا يعمل شيئا، لا يعمل شيئا. ده كلامه اللي اتقال عليه، اللي اتقال في التحقيقات. طب بعد وانه كده بيشرب المواد المخدره عادي جدا، وانه هو بعد ما خلف الاولاد بدا يبني شاليه. الشاليه ده عرفت بعد كده ان هو بيت داخل الارض الزراعيه اللي بيملكها. كان هذا الشاليه او هذا البيت زي مكان بيتعاطى فيه المخدر هو واصدقائه. المكان ده وان استمر طبعا يتعاطى فيه لفتره معينه لحد اما جه قرر ان هو حي ينعزل عن الناس دي كلها ويرجع يعيش مع اسرته مره تانية ويعيش مع الاولاد. لحد كده ماشي اوكي مفيش مشكله. طب النيابه العامه، طب وفي تاريخ بقى الواقع نفسه؟ انا جيت في يوم الواقع صحيت حوالي الظهر وجه نسيبي عشان ياخد الاضحيه بتاعته من الدواره عندنا عشان يروح يضحي بيها وسلم على زوجتي والاولاد ونزل. بعد شويه زوجتي بدات تضغط عليا عشان خاطر اقوم اشطف وانزل اشوف اخواتي بيذبحهم ونسايبي بيذبحهم واروح لوالدتي اعيد عليها هي والاولاد. فنزلت حوالي الساعه 4. ده بدايه اقواله.
بعد الساعة 4 نزلت اتجهت خدت ولادي في العربية الخاصة بتاعتي، عنده عربية ماتريكس تزيد عن 100,000 طبعا وشوية، واتجهت لحماتي حضرت الذبحة عندهم، وبعدين طلعت سلمت عليها وعيدنا عليهم، وبعدين خدت الأولاد للمراجيح. 4:30 نزلت رحنا اتمرجحنا شوية، قولي لا ده احنا عاوزين نروح مرة تانية الملاهي اللي عند البحر الجديد. دول الأطفال، دول الأطفال يعني هم عندهم مكانين اتمرجحوا في مكانين، مكان جنب بيت الأسرة في الأول، وبعد ما خلصهم قالوا لا احنا هنروح الملاهي. طب كويس، وهو هو بيفسح الأطفال، بيفسح يعني الأولاد، ده شيء طبيعي جدا انت فاهم لأي أب في يوم زي ده. رحت الملاهي وجبت لهم عصير وركبتهم الملاهي، وبعدين قلت انا معيش بنزين في العربية فهطلع امون العربية. اتجهت بعد كده عشان خاطر امون العربية، ورحت محطة البنزين مونت، وبعدين طلعت على كوبري فرسكور، وبدأ يسرد انه على كوبري فرسكور وصل حوالي الساعة 6 أو 6:30. ده كلامه برضو، احنا مش بنتكلم في توقيتات. انا همشي على كلامه هو، مش همشي على عندنا، انا همشي على كلامه هو. فسأل وكيل النيابة حالة الكوبري ايه، كان عليه ناس ولا معلوش ناس. قال له الكوبري كان عليه ناس في ظهري بيتصوروا سيلفي شباب، وكان في ناس بتصطاد وفي ناس ماشية بالعربيات، يعني الكوبري مليان مش ده. طب عملت ايه يا سيد محمود؟ قال انا كان جنبي مني محمد وريان ورا. لا 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 لا، ده انا كان جنبي مني ريان ومحمد ورا، فخدت ريان الاول ورميته وقلت له روح للجنة باللفظ كده. خد ريان الاول ورماه وقال له روح للجنة، ورجعت خدت محمد ورميته. طب حد شاهدك وانت بتعمل ده؟ قال له لا. قال له طب ما فيش اي صوت؟ قال له هو ربنا ستر. ده بداية عدم منطقية الاحداث. لما بنيجي نتكلم مش ممكن، انا لو رميت طوبة جوه المية مستحيل مش هتعمل. خلينا دلوقتي بعيدنا عن وجهات النظر، خلينا نتكلم. اصل انت عارف ده ما فيش فيها وجهات نظر. احنا مش بنتكلم في وجهات نظر، وهي تحيات يعني احنا ما بنتكلمش على وجهات نظر. ولفيت ورجعت بعربيتي ولما نزلت، خلينا بس نكمل القصه يا استاذ. ولما نزلت من الكوبري بدات استوعب ان العيال مش موجوده، هروح ازاي؟ فكلمت مراتي وقلت لها ان العيال مش موجوده وتايهين مني في الملاهي. على اثرها هي اتكلمت مع اهلها واخواته، وبداوا الناس كلها تبدا تدور على الطفلين في البلد. كان هو رجع مره تانية لمكان الملاهي. وبلغوا النجدة، وبعدين اتجهوا لعمل محضر باختفاء الطفلين. في الحاله دي ان هم قالوا في الولد او الولدين اتخطفوا عن طريق استيقاف احد الافراد له والهاؤه في الحديث، نتج عنه ان في واحده خطفت الاولاد وحطتها في توك توك ومن اتكوا. في حد طلب منك فديه؟ حد طلب اتصل منك بكذا؟ حد كذا؟ قالوا لا. بعد كده كمل الروايه وقال انا رحت لما التقوا الطفلين تاني يوم العصر اتصلوا بيا بالتليفون قالوا لا احنا لقينا الطفلين في فرسكور تحت الكوبري غرقانين. ورحت هناك وقعدت في النيابه لحد ما قدروا يخلصوا اجراءات تصريح الدفن، وسابوني بالعافيه عشان خاطر اروح ادفن الاولاد. فرحت دفنتهم بعد فجر ثالث يوم في العيد. وبعد ما خلصت الدفن روحنا البيت، فأنا كنت مخنوق جدا، فاخدت العربية ورحت من الساعة 6 للساعة 1 صباحا، يعني أكتر من 19 ساعة. رحت مدينة المنصورة، قعدت مع نفسي أفكر في اللي حصل ده كله، وجالي هاجس الآخر إن أنا أنتحر. فقلت أروح البيت
اغتسل عشان اموت وانا طاهر، وفي السكة عديت اشتريت مواس عشان اموت نفسي بيه. لحد كده ما كانش حد من الزملاء لسه حاضر معانا. في الوقت ده حضر او جه الزملاء من متسلسل وبداوا يخشوا معانا غرفه التحقيق. فجاه انتبه محمود لان كل الناس اللي موجوده هو يعرفها شخصيا، فقال انا مش عايز حد يحضر معايا، مش عاوز محامي. طيب ماشي اوكي مفيش مشكله، مش عاوز محامين. شفت ان الولد مش متزن قدام مني، بيتكلم بهستيريه او بعصبيه شديده جدا، فتقدمت بطلب للسيد النائب العام بوقف التحقيق وعرضه على مفتش الصحه او الطب الشرعي لبيان مدى قواه العقليه ومدى مسؤوليته القانونيه عن الاحداث اللي بيسردها. ده رقم واحد. رقم اتنين، طلب من النيابه العامه بتخاطب النقابه العامه للمحامين بلابد من حضور محامي طبقا للقانون اجراءات الجنائيه وطبقا للدستور المصري، لابد. طيب في وقائع الجنايات هل قام بتمثيل الجريمه؟ ده احنا لسه ما كناش لسه مثلنا، احنا كنا بنتكلم في نقطة معينة ثابتة وقفنا عندها. عايز بس اقفز على الأحداث. لا ما احنا مش ممكن نقفز على الأحداث عند النقطة اللي زي دي. لأن احنا هنا عند حدث قانوني. الحدث القانوني بيقول لابد من وجود محامي. ودي ضمانة دستورية. ما ينفعش يغفلها المحقق. وكان لابد إنه يوقف التحقيق وإحالة المتهم للطب الشرعي. ويوقف التحقيق ويسكت. استمرار وكيل النائب العام في التحقيق دون وجود محامي وعمل تمثيل للجريمة هو إجراء. كل ده بقى انت تطعن فيه بقى إجراء قانوني بنتكلم يعني فيه. يطعن عليه اطعن عليه بوسائلك القانونية. يعني احنا هنا ما بنقولش الإجراء تم ازاي. انا خليني بس اعرف ما دار وانت يعني اتنين. لما راح يمثل الجريمة عرفنا إن مكان تمثيل الجريمة كان فوق كوبري فرسكور، في حين إن احنا عرفنا بعد كده إن الأطفال اتوجدت في المية على بعد حوالي من 2 كيلو لأكتر بمسافة عن الكوبري. ويقدر طبعا السادة الموجودين يأكدوا أو ينفوا الكلام ده. هنا بقى الإعجاز، هنا الحتة اللي احنا بنتكلم فيها، هنا الإعجاز. دي النقطة اللي احنا بنتكلم فيها. بعد إذنك بس يا باشا محدش قطع ان بقى في الإعجاز ده بقى بالذات. الإعجاز ده الكبر الأطفال دول جم منين؟ هل حد رماهم مكانهم؟ هل البر الغربي حدفهم علينا؟ ولا ايه حكايتهم بالظبط؟ فريق بحث كامل، مديريه امن دمياط، المنطقه بتاعتنا اللي انا اسكن فيها اللي ظهر فيها الاطفال بقت سكنه عسكريه لمده 3 ايام. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، رئيس مباحث فرسكور بالظباط اللي معاه اشرف الراعي والطقم كله فرشوا على الارض وقعدوا قالوا مش ماشيين الا ما نجيب حق العيال دي. هو بقى تعاطفا انسانيا شغلهم تحت اي مسمى. لا هو في جانب مهني وفي جانب كمان الاطفال، قضايا الاطفال. بالظبط احنا بنتكلم سالوا بيت بيت مجتمع وحق اصيل بان احنا نعرف الحقيقه. لحظه يا استاذ وائل عشان نوصل للاعجاز بقى، الاطفال دول اجوا ازاي؟ وصلوا لحد هنا ازاي؟ دي نقطه جوهريه. سالوا بيت بيت، سالوا الصياد العادي اللي هو بالصناره، سالوا الناس كلها. فكره الميه يعني لا لحظه بقى، تعالى لسه فكره الميه ده اللي عايز اقولها لك برضو. يعني عايز اقول لحضرتك، معلش انا هقطع ده واحده. اتفضل. عايز اقول لحضرتك الوضع الاعتراف اللي المتهم بيقوله متناقض مع العقل والمنطق تماما. المجتمع كله سوشيال ميديا، الناس في الشوارع، الناس خارج مركز مسلسل على مستوى الجمهوريه، الروايه دي مش داخل دماغه. ما تستقلش. وده مش معناه انها ما حصلتش يعني. يا فندم احنا يعني انا من خلال عملي المهني الجريمه مش لازم تكون منطقيه يعني. مش المنطقيه. انا بتكلم احيانا الجريمه غير منطقيه. انا بتكلم على ايه؟ طيار الميه لما يمشي كده استحاله يرجع لي.
استحاله. كل ده هتقوله في المحكمه وهتقوله في انا بس يعني بشوف ايه الواقع اللي حصل. عايزين نقول للراي العام. احنا بنتكلم فيه يا فندم. احنا بنقول عايزين نقول للراي العام. لما اجي النهارده انا عايز اقول يا باشا، انا عايز اقول يا اول بيت، انا عايز اقول يا يسقط مباشره حق الاطفال ده هيجي على الجنب في رقابنا جميعا. فما نقدمش واحد كده عشان نقفل الملف. الكلام ده مش مظبوط. مش عايز اقفل الملف على كده. لحظه تعتقد يعني ان يمكن اغلاق ملف بان تتلبس قضيه الاب انه يقتل اطفاله؟ مش هقول كده. هل مثلا الاستاذ محمود نظمي يعني يتم المعارض يتم التخلص منه؟ يعني هل تعتقد ان هناك شيء كيدي ضده يعني؟ لا انا ما بقولش كده. انا بقول لحضرتك سكوتا للراي العام او توضيحا للراي العام يطلع بيان رسمي من وزاره الداخليه مرفق به زي ما قال لنا الجهات الامنيه كلها الفيديوهات اللي هي في حوزتهم على كلام لان انا ما شفتهاش. ده كلام في النيابه والقضاء يا 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 وائل بيه. يطلع ايه؟ يطلع بره الراي. ما كلام في النيابه. ما احنا طلب يا باشا احنا حيلة بيننا وبين المتهم باقواله. انا مش عارف هل احنا يعني هذه الجلسه ليست لإدانته ولا لتبرئته ولا اخاطب. انا اخاطب انا عشان كده بسالك ايه ما الذي قاله امامنا؟ انت بتقول لي والله ده قاله هو مش متوازن ومش ماشي موزون. ماشي لا يا ولد بيه انا اخاطب من هذا المنبر السيد وزير الداخليه ومنبر حضرتك منبر مهم ومسموع ان يعقد مؤتمر صحفي لتوضيح الرؤيه للناس كلها مشفوعا ببعض هذه اللقطات. قضية تحقق فيها النيابة يا الله رد عليك تذهب للنيابة. اللغط كتير اللغط كتير في هذه القضية. استاذ سيد بس لو سمحتوا يا جماعة بس احنا كده يعني هذه القضايا لا تعالج بالإجراءات القانونية وليس بالمؤتمرات الصحفية يعني لم نعتد الإجراءات القانونية. بس عايز تقول ايه بس بسرعة؟ في نقطة جوهرية اللي هي نقطة الإعجاز إن الأطفال وصلوا لحد ال 2 كيلو دول إزاي؟ ازاي يعني الاطفال اللي هي المسافه ما بين الكوبري وبين المكان اللي اتوجدوا فيه للمكان اللي اتوجدوا فيه. تمام. انت هنا ليه بتستبعد تدافع الميه يعني؟ لا ده تدافع الميه ده من الدرجه الاولى والدليل على كده لما رئيس مباحث فرسكور قال لي اثبت لي حاجه تخش دماغي فجبت له قصاصه ميه معدنيه صغيره وحطيت فيها زي شبه رمل وربطتها بفتله كده دوباره قيمه 20 متر كده تقريبا ورمتها له وريته جرف الميه. جرف الميه سحبها لما سحبها للاخر قلت له اضرب بقى المسافه في الوقت اضرب المسافه اللي هي راحت فيه اخر الزجاجه في الوقت نفسه. هيديك يا جماعه احنا مش منص التحقيق ولا يعني كل ده انتوا يعني بس منص التوضيح للراي العام المحامون فيعرضون ذلك توضيح للراي العام. احنا منص توضيح للراي العام. خلينا نسال بقى الجانب العام كله يعني مشغول بيه حاجه ثانيه معلش. طب اتفضل قبل ما نتكلم. اتفضل. التحقيقات طبعا مشت زي ما احنا بنتكلم. هم قالوا ان هو رمى الاطفال الساعه 4:30 ده رجال المباحث بناء على فيديوهات متتاليه بالنسبه لهم. وانا لما سالت اخو هي الفيديوهات كاميرات ايه اللي صورت؟ الموبايل بتاعي. لا لا لا, 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 لا ما فيش كاميرات شارع. لا 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 ده هو بيتكلم على كاميرات البنزينه زي ما قالوا لنا الجهات الامنيه قالوا في كاميرات بنزينه جايبه الولد بعربيه ماتريكس وفيها الطفل رحمه الله عليه في مع والده في التوقيت ده. يا ريت حتى المنظر ده يتعرض يطمئن قلب المجتمع المصري كله على هذه الواقعة. طيب نرجع نتكلم تاني يا فندم في طلاق كبير جدا في المساله نتكلم مش عايزين اكتر من كده. لقطه البنزين من 4:30 مساء لما بتقول لي انت فاهم انا رميت الاولاد طبقا للكاميرات الروايه بتاعت الاب 6:30 7 تقرير الطب او فتش الصحه اسفيكسيا الغرق في ما يقارب الساعه 12 مساء. احنا بنتكلم معلش عفوا من 4 ل 12 دخلنا في 8 ساعات في اختلافات كبيره جدا في المساله بتخلي اي مدافع عن هذا الشخص في حيره من امره. هل الوضع ده ممكن يكون بالفعل زي الروايه ما بتتقال؟ لما سالته ارسم لي الكوبري انت بترمي العيال في انهي منطقه بالظبط
في نصهم في اخره في اوله في اي اتجاه؟ انا عاوز افهم. كوبري ما هو ممتد على مسافه مثلا كيلو او 2 كيلو، رميتهم فين؟ قال في الربع الاخير. الربع الاخير كوبري فرسكم من الكبار الكبيره جدا اللي ممكن تمتد مظبوط تمام وتتغطى مظبوط مدينه فرسكور نفسها، لان يعني ممكن توصل لراس البر. في حاجه تانية لو وصل منه في الجزء اللي بيتكلم فيه ورماه فيه ده عمره ما يجي في المكان ده ابدا، لان في بوابات. لا 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 بوابات بوابات ايه؟ ده نهر النيل عندنا الكوبري طريقه مفتوحه. بقى يا باشا انت فاهم، معلش عفوا طياره سريع يا باشا عشان الاطفال عشان توصل لحد عندي لازم تترمى من نص الكوبري. ما بيعديش نهر النيل بس تترمى من نص الكوبري تمام لسبب هديك اسباب. لو اترمى من اول الكوبري هيتعلق في الدورانات اللي هي على الجسر. لو اترمى من على اخر الكوبري زي ما الاستاذ ما بيقول هيظهر في الشط الغربي مش هيظهر عندنا. الله ينور على حضرتك. فهو اترمى من نص الكوبري بالظبط. ايه الكلام بتاعه؟ جرف الميه التلت الاخير او الربع الاخير جرف الميه جابه عندي بالظبط في حدود 12 ساعه 15 ساعه. فيها 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 شك كبير. طيب النقطه اللي ضافه بسال بس سيدنا ناخد بس طيب. الجانب العائلي يعني بعيدا عن ال هنبدا نتكلم في حضرتك بنت عمه عندي الحال بان هو اب شايف ان هو غير جدير ان عياله يكبروا فيروا فيه العار وانه عدم القدره الماديه. هو قال ده في التحقيق. هو قال كده في التحقيق انا مش قادر ماديا اجيب لهم طلباتهم. طب تعالى بقى لما اسال بنت عمه الاستاذه توحى تقول لحضرتك الموقف المالي وهتقول لك موقف المالي للعائله عموما وله هو شخصيا. طيب بس هنا يعني من الواضح يعني حتى انت بتقول لما دخل محامين حتى هو يعرفهم قال انا مش عايز حد. اه تمام. طب مش ده تعبير عن حالة يعني ده باضطراب مباشر وليه ما نقولش عدم جاهزيته نفسيا للتحقيق؟ وهو قال انا بشرب مواد مخدرة يعني بشرب مخدرات حوالي ساعة تقريبا. انت فاهم التحقيق ما كانش فيه اعتراض. لا يعني هنا كان يمكن ان يعتبر المحامين يعني خصم منجد طوق انقاذ يعني. انا كنت موجود طوق انقاذ يا باشا. هو جاي اصلا في اتجاه خلاص انا جاي اعترف. استاذ قولي لي يعني بشكل عام كده برضه وفقا للمعلومات يعني مش وجهتنا وجهات نظر يعني بالتاكيد كلنا نثق في القضاء اكيد ويعني القضاء احنا ما بنشككش لا في القضاء طيب ولا في الشرطه واصل قضية تخضع للتحقيقات الان تمام. انا يعني لا النيابه حددت احنا هنا جايين نخاطب الراي العام ونقول لهم يا جماعه لا تتسرعوا طيب. بالاحكام على هذا الرجل ولا احنا تسرع عشان كده بقول هي تخضع لحكايات مختلفه يعني. قولي لي هو انت بنت عمه على طول مش كده؟ هو فعلا ما بيشتغلش؟ هو حضرتك هو والده توفى من حوالي 3 سنين وساب لهم ورث. ساب لهم ورث كبير يعني. ورث كبير؟ ساب لهم ورث كبير. ساب لهم ارض زراعيه وساب لهم فلوس في البنك وساب لهم اراضي فضاء وبيوت بيوت يعني اكتر من بيت. وبعدين الله يرحمه عمي برضو كان بيخرج مواشي عند ناس كتير قوي يعني عندهم رؤوس مواشي لا تعد ولا تحصى. فعشان هو يقول في التحقيق ان انا قتلتهم عشان خايف ان انا ما لقاش اصرف عليهم لا الكلام ده مش صحيح خالص. لان هم بسم الله ما شاء الله يعني حالتهم الماديه كويسه جدا يعني. اخته النهارده بتقول لي ان محمود ماليته لوحده 15 مليون جنيه. 15 مليون جنيه؟ مليوته لوحده. ده من ميراث الاب. من ميراث الاب. هو ما بيشتغلش. لا هو ما بيشتغلش. طب ليه ما بيشتغل؟ حتى اللي بيرث ما هو بيشتغل. ما هو دي انا هو ما بيشتغل. هو بيدير املاكه. اصل انا بسال ده ليه؟ لانه يمكن انه لمن لا يعمل انه يعني تبقى الشخصيه مش سويه يعني يمكن انه ان انا اقول يمكن ان يرتكب اشياء يعني. ما هو حضرتك هو بيدير املاكه. الذي يعمل ويحقق ذاته وينجح يمكن ان يكون عاصما لاشياء كثيره يعني. مش حضرتك مش ما بيشتغلش انه قاعد في البيت. لا هو يعني مش موظف او ما عندوش وظيفه. هو بيشتغل في ايه؟ بيراعي الارض الزراعيه بتاعته يعني نصيبه. لان هم طبعا لما والده توفاه الله كل واحد اختص بقطعه ارض زراعيه لنفسه. فهو طبعا بيباشرها مش حكايه بزراعه. لا في مزارعين بيزرعوها برضو المواشي اللي هي في الدوير برضه هو بيراعيها برضه يعني بيلف عليها ويشوف الناس اللي هو خارجها عنده برضه. بالنسبه للبيوت هو كان بيبني البيت اللي هو اللي في الغيط وكان بيبني بيت حاليا ولسه ما يعني لسه بيكمله.
جنب بيت العيل. يعني بيبني بيت. بيبني بيت. يعني اذا هو ميسور الحال. لا ميسور الحال، انما عشان يقول ان انا عملت كده علشان مش لاقي اكل عيال او خايف ان انا بعد كده ما لاقيش اكل عيال، لا ده مش صحيح، مش صحيح اطلاقا، مش صحيح اطلاقا. طيب الهوس اللي هو انا قبل عشان ما اكمل عليك، اللي هو بتاع ما ذكره بعض كتب الدجل والشعوذه والجن والجان ده، يعني لا ما حصلش، روح الجنه يعني. لا هو انا مش عارفه الدجل، موضوع الدجل ده جنان. انا مش عارفه موضوع الدجل ده جنان. اسمع الجزء ده في النيابه. في النيابة العامة هو بيقول له انت رميت العيال، ازاي جات لك الفكرة دي؟ انا من حوالي 10 ايام بدأت تراودني الفكرة دي عشان انا خايف على عيالي ما لقيش اصرف عليهم. المبرر ضعيف، الدافع الدافع او الدافع ضعيف، زي ما احنا بنتكلم ان هو عنده مالية مهاش قليلة، بل عنده بدل البيت 2 وبدل العربية 2 وما شاء الله ارض وشغله تجاري، انت فاهم بنتكلم فيه، لكن مالوش تجاره عشان نقول مثلا بيتاجر بالربا او ما شابه ذلك، مالوش كلام ده. طيب قال له من حوالي 10 ايام، قال له طب انت عملت في ال 10 ايام ايه عشان تجهز للجريمه بتاعتك؟ قال له ما عملتش حاجه، ده هي فجاه وهم معايا في الملاهي جت في دماغي كده، وانا لما لقيت نفسي على الكوبري رميته. طب يا حبيب قلبي انت كنت بتتعالج؟ قال لا ده انا بشرب مخدر بس، انت فاهم، وانا ماشي حتى شربت سجارة بانجو وخدت حبايه انفريل. الهدف من اللي احنا بنتكلم فيه ده كله ما اعرفش هل هو تصوير او املى على هذا الشخص انه يقول الكلمتين دول عشان خاطر يقول ان انا تحت تاثير شعوذه او دجل، لو ما جابش اي سيره شعوذه او دجل. الراجل بيقول جالي هاتف في دماغي. طب الهاتف جالك امتى؟ من 10 ايام. طب المظاهر ايه اللي يعني تعتقد ايه اللي يخليه يعترف بكده؟ بس خلينا اجل السؤال لغايه ما يعني ده يعني انت بتقولي اذا هو ميسور الحال وبالتالي هنا مش مستبعد الاولاد يعني فكرة. علشان الفقر ينقذهم من المتاعب المعيشيه القادمه. وبعدين محمود بالذات كان بيحب عياله جدا جدا جدا، يعني عن اي حد في الدنيا كان بيحبهم جدا. يعني لو عيل مثلا سخن بالليل يقعد جنبه طول الليل يبكي يبكي، لو عيل مشى واتعطر يعني يتخض عليه، لو عيل جاله رشح زي اي طفل بيجيله رشح ياخده ويجري على الدكتور. حتى والدته قالت له يا ابني ما ينفعش كده، يعني كل ما حد من العيال يحصل لها حاجه من العيال ما بيحصل لها، مش اي حاجه تجري على الدكتور. يعني اخر مره دفع فلوس للممرضه زياده عشان تدخله، عشان مش صابر، مش صابر ان شايف العيل قدامه يعني عنده رشح. طيب المخدرات هل هل تعرفون كاسره انه بيتعاطى مواد مخدره ممكن انه تزيد معاه حاجات يعني؟ لا ما اعتقدش. لا مش كل من يتعاطى استاذ وائل، ما عشان كده انا بقول لك يمكن ان تزداد معه. احنا بنقول انت فاهم النهارده ان مصر وشبابها كله مضروب بالمساله اللي زي دي، لكن مش كل من يتعاطى يرتكب. مش كل شخص معيش في اللفظ ممكن عياله جدا يعني ما كانوش بيمشوا على الارض، يعني ما كانوش بيمشوا على الارض زي اي عيال، ما بينزلهمش الشارع من خوف عليهم، ما كانش بينزلهم الشارع خالص. يعني اولاد اخواته ممكن يلعبوا يروحوا هنا يروحوا هنا، هو لا ما ينزلش عياله الشارع. طيب على طول العيال يا اما كان شايل واحد كده وواحد كده، فمستحيل مستحيل محمود يفكر ياذي عياله، ده ما كانش بيتحمل عليهم الهوى، يبقى هيقتلهم ازاي؟ مستحيل. انا اين زوجته؟ زوجته سعادتك ده منهاره، ده شبه بتموت زوجته دلوقتي من يوم ما العيال توفهم، متعلق لها محاليل 24 ساعه. طبعا الله يكون في عونها. وبعدين هم كانوا بيقولوا ان هي كانت غضبانه وفي خلافات. لا ما حصلش والله ما حصل، هي كانت في بيت وبيها. بس يا جماعه طبعا احنا شايفين سوء، يعني دايما بقول لكم الاطفال هم احباب الله سبحانه وتعالى، ملك للانسانيه كلها يعني. جريمه تهز لو نشوف الجزء ده عندنا هنا بالصوت والصوره كده نشوف الاطفال. لا دي بقت بتاعتك. لا لا بتاعت خلع علي يا حبيبي. لا بتاعتك. لا 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 بتاعت خاله. خاله علي. ايه لا تسوق فيا ناسا. الله علي دي بقت بتاعتك. لا لا بتاعت خاله علي يا حبيبي.
لا 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 بتاعت خاله خاله علي تا تا بتقول انت عايز تعلق على المشاهد الفيديو عايز اعلق قوي قبل ما احمد علق بس اصل قيل ان السبب شك الزوج في نسبهم ده شيء لم يحدث مطلقا لا يعني مطلقاً. انا حتى لم اتطرق لذلك لان لا يعني لا 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 لا, لا يجب حتى لو في حد المح الى ما يمكن انه يدخل في الاعراض لا يجب ان احنا نقوله حتى وده ما حصلش على لسانه اطلاقا ما حصلش على لسانه اطلاقا لا حصل على لسانه الدجل والشعوذه ولا حصل على لسانه انكار النسب ما حصلش على لسانه مطلقا طيب. كلام زي علشان كده انا بسال ما هي اقواله امام النيابه طيب. فانت قلت اللي هو بيتكلم فيها الفقر احنا من لو لاحظنا حتى من خلال الفيديو اللي معروض مدى المستوى الاجتماعي اللي هم عايشين فيه اللي بيدلل على غنى هذا الشخص ما شاء الله يعني مش عايز اقول معلش ولا حول ولا قوه الا بالله واللبس نفسه بيت ما شاء الله فخم جدا استاذ عالي ده مش اب مش اب يهمل في وابوه بيفكر يقتل عيله ازاي وهو جايب لهم يعني هدوم الحضانه والشنط بتاعه الحضانه طيب يعني بعد العيد كان خلاص يعني هيدخلهم الحضانه هيفكر يقتلهم ازاي وهو جايب لهم بسمع منكم كل ده يعني لا نبرئ ولا ما برئناش ونحن لا ندافع عنه يا وائل بيه لا ندافع نعم يمكن ان يفعل ذلك ونعم يمكن ان لا يفعل ذلك لا لا يمكن يفعل ونؤكد ذلك ونؤكد امام حضرتك ان احنا لا ندافع عن المتهم انما نسعى للحقيقه احنا سيبنا قضيه مهمه قوي وهي ان طفلين تاني يوم العيد مقتولين في بحر فرسكور مين الجن احنا ولا بنتهم ده ولا بنتهم ده ما هو الجاني اللي بتجيبه التحقيقات حق على المجتمع الجاني طبعا يتوجد هي قضية ما هي سهلة طفلين صغيرين واحد عنده 3 سنين ولا سنتين ونص والتاني عنده 5 سنين سنتين واربع سنين سنتين واربع سنين سنتين واربع سنين مش سنتين ملايكة. سنتين لان الولد الصغير اربع سنين والولد الصغير سنتين لانه كان لسه لابس بامبرز ملائكة في غرقة في نهر النيل برضه نرجع للسؤال وصلوا لحد عندنا بمسافه 2 كيلو من الكوبري ازاي؟ جار في الميه جابهم المكان اللي القى فيه جابهم عشان يوصلوا ل 2 كيلو دول لان الميه في الصيف الجثه مش هتستحمل اكتر من في الصيف وارتفاع درجه الحراره والرطوبه اكتر مثلا من 12 ساعه هو كمان سرعه يا جماعه طبعا انا هطلع فاصل وناخد بعض التعليقات وحتى بعض المشاهدين لو عاوزين اتصالات تعليقا على القضيه وليس اصدارا لاحكام لا ادانه ولا تبرئه اللي هيقول لك مش ممكن اب يعمل كده هناك اباء يفعلون ذلك اللي يقول لك انه قال اب يعمل كده لا نقول له مستحيل ان يفعل ذلك الاب فهتلاقي يعني الاراء المتناقضه بهذا الشكل في تحقيقات قضايا من هذا النوع ما فيش وجهات نظر بس احنا بنقدم المعلومات والحقائق سواء اقواله امام النيابه والحاله اللي هو عليها او اظهار الحقيقه في حق مجتمعي لابد من اظهار الحقيقه كامله امامه وانا بضم صوت لصوت الاستاذ واظهار الحقائق ياتي باي وسيله من التحقيقات اللي اختلفناش ما احنا مش مختلفين يا وائل بين الحق هيجي بالتحيات اول الحق ده مش محل خلاف احنا متفقين نقطه اتفاق بيننا وبين تعيين احد المحامين بجانب هذا المتهم اقسم لك بالله يا استاذ وائل يكون ضمانه من احد الضمانات بالله يا استاذ وائل لو كنت شفت المنظر على الطبيعه لكان انخلع قلبك من ضلوعك هو اللي هو اللي كان خلع خلعت يعني من لما طفله من المشهد من يومين لغايه دلوقتي مش لما بنته الصغيره عندي يجي لها حاجه صعبه يجي لها صرع وزوجتي لسانها يتلوق يومين وفي حاله نفسيه زي الزفت ودول اساسا ما يعرفوش الاطفال دول مين هي انسانيه طبعا انا بقول لك الاطفال ليسوا ملكا لابائهم وامهاتهم فقط لا هو ما قالش كده هطلع فاصل وبعد الفاصل هنشوف يعني نقدم المعلومات وعلامات الاستفهام لكن
لا نصدر احكاما من هنا.